لا يهدأ أزيز الرصاص في اليمن في أرجائه المتناثرة، معارك كر وفر بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية. هذه الأخيرة شدت عضدها برجال القبائل المتحالفين معها، ثم شنت هجوما تقول الحكومة إنه نوعي مدعوم بغارات جوية سعودية على مواقع الحوثيين في جبهة المشجع غربي مدينة مأرب شمالي شرق اليمن. هجوم ألحق بالحوثيين خسائر فادحة بالعتاد والأرواح يقول مصدر عسكري، ومكن قوات الحكومة من استعادة عدد من المواقع على جبهة المشجع شرقي صرواح. الحوثيون بدورهم شنوا هجمات واسعة على جبهتي الكسارة وصرواح، تصدت لها قوات الحكومة وأحبطتها مقاتلات التحالف كما صرح مصدر عسكري حكومي. غارات جوية متفرقة تقول جماعة الحوثي إنها تركزت على المديريات الجنوبية من محافظة مأرب، استهدفت مديرية مالهية والرحبة المجاورة عند الحدود الإدارية بين صنعاء والبيضاء وسط البلاد. في محافظة البيضاء الاستراتيجية يقول الحوثيون إنهم أحرزوا تقدما كبيرا وانتزعوا منطقة الجبح بالكامل، وهي التي ظلت لسنوات طويلة مركزا مهما لقوات الحكومة والمتحالفين معها.